من الحاجات المهمة جدا لتالتة إعدادي وبتيجي كتير في المحادثات، ازاي how to give directions. give directions إعطاء الاتجاهات. طيب إعطاء الاتجاهات دي تنقسم معايا إلى جزئين، سؤال وإجابة. give directions لو أنا هسأل أو أنا هجاوب. طب أول حاجة لو أنا هسأل إزاي how to give directions، يعني إزاي أسأل عن directions، how to ask about directions، إزاي أسأل عن الاتجاهات. عندي كذا طريقة للسؤال عن directions. أول حاجة how do I get to، وأقول المكان. How do I get to the library مثلا. How do I get to the library. يبقى How do I get to the library دوت لو سألت عن ازاي اصل الى المكتبة. طيب How do I get to the bank، ازاي اصل الى البنك، وهكذا. يبقى ازاي اسأل عن الدايركشنز، اسأل عن الاتجاهات ب how do I get to زائد المكان اللي انا عايز اسأل انا هروح له ازاي. ممكن طريقة تانية where is the library، where is the library أين المكتبة، أو where is the bank أين البنك، where is the bank. يبقى أول طريقة للسؤال عن الاتجاهات how do I get to زائد المكان، تاني طريقة where is زائد المكان أين، وأين المكان. خلاص كده. طيب في سؤال تاني بيتكرر معايا، هل الحاجة دي بعيدة ولا لأ، أو إيه المسافة، كم او كم المدة او كم المسافة. how far يعني انا سألت على حاجة وبعدين حد قال لي هتمشي شمال او تمشي يمين. how far معناها المسافة قد ايه. how far. طيب حاجة تانية ازاي اقول مثلا هل هي بعيدة، او is it far، is it far، هل هي بعيدة. طيب امتى اعرف ان انا هسأل السؤال ده، او امتى هعرف ان انا هسأل السؤال ده. السؤال اللي فيه is لازم اجابته تبقى yes او no. يبقى لو انا عندي اجابة فيها yes و no يبقى كان السؤال is it far. طب دوت اجابته بتبقى ازاي، اجابته بتبقى for about و رقم وبعدين متر او مترز، مترز بقى بعديه رقم وفي متر. يبقى لو الاجابة دي يبقى كان السؤال how far. طب الاجابة yes او no يبقى كانت السؤال is it far. يبقى انا بسأل عن المدة او المسافة بحاجتين على حسب بقى الاجابة عندي بيس ولا نو. يبقى لو عندي اجابة فيها yes و no يبقى كان السؤال is it far، هل هي بعيدة. طب لو عندي الإجابة فور أباوت ورقم مثلا 20 مترز، 20 متر، حوالي 20 متر، يبقى كان السؤال هاو فور. يبقى دي طرق السؤال عن الدايركشنز. تعالوا بقى الإجابات، إزاي أتكلم، إزاي أجاوب، أقول أقول اتجه يمينا، اتجه يسارا، امشي على طول، الكلام دوت نقولها إزاي. يبقى كده خلاص خلصنا من السؤال، إزاي أسأل عن الدايركشنز، هاو دو أي جيت تو والمكان، أو وير إز والمكان. طب المسافة عندي حاجتين، يا إما how far وإجابتها for about، أو is it far وإجابتها yes or no. نيجي بقى إزاي أجاوب، تحدث عن الاتجاهات بالصيغ التالي، أو بسطنبة كده هنحفظها ونعرف نتكلم عليها. أول حاجة طريقة اللي هي from ومكان، من المكان ده، وبعدين أقول go straight on. for about.
ورقم وميترز. لازم احفظ الصيغ. يعني ايه؟ يعني from the bank مثلا، احنا هنعمل مثال عليه. from the bank go straight on for about مثلا 10 متر 10 meters. يبقى دي اول صيغه جاوب بيها. يبقى جالي سؤال مثلا how I get to how do I get to the library، ازاي اوصل المكتب، ممكن استخدم الصيغه دي from the bank، من البنك هتمشي على طول مسافه 10 متر. طيب حاجه تانية بقى فيها اتجاهات، هيتجه يمين او هيتجه يسار او الكلام ده، نقولها ازاي؟ take the first الطريقه التانية take the first او second. في اتجاهات بيبقى فيها طريقين، واحد اولاني واحد تاني. لو الاولاني اقول first، لو التاني اقول second. road on the left او on the right. يبقى ايه؟ take the first او second، اختار واحد. يعني لو الطريق الاول او الطريق التاني. road on برضو على اليسار او على اليمين، على حسب المكان عندي فين. يعني مثلا هقول take كمثال، take the first road on the left مثلا. يبقى دي الطريقة التانية اللي جاوب فيها عن الدايركشنز الاتجاهات. حاجة تالتة امشي على طول، نقولها ازاي؟ او يمشي مرا بي. يعني مثلا هتعدي على كذا، نقولها ازاي؟ go past، go past زائد مكان and مكان تاني، هتمر على كذا وعلى كذا then وبعد ذلك turn right او اي اتجاه. يعني مثلا go past، يعني هتمشي تمر على كذا. go past the bank and library، هتعدي على المكتبة والبنك then turn right او turn left. turn left مثلا الطريقة ديت برضو ان احنا بن بن بنتكلم بيها عن المكان. خلاص كده. او ذا نقط، ذا الحاجة اللي انا بسأل عليها، الحاجة اللي انا بسأل عليها is on the corner على الناصية. لو هي على الناصية هقول، يعني مثلا انا بسأل على المكتب هقول the library is on the corner، انها على الناصية. تمام كده. يبقى دي طرق الإجابة. بقى احنا عرفنا طرق السؤال، طرق الإجابة. ممكن اقول من كذا امشي على طول، يعني من اول البنك امشي على طول مسافة كذا، نقولها ازاي؟ from the bank go straight on for about 10 meters. او خد الطريق الاول او الطريق الثاني وامشي يمينا او امشي يسارا، نقولها ازاي؟ take the first road on the left او take the second road on the right. take the first road on the left اهي. طيب هنمر بحاجة هقول go past، يعني مرة بي. كلمة go past مرة بي، وانت معدي كده على كذا، والمكان الاول او المكان التاني turn right مثلا. go past the bank and the library، هتعدي على البنك والمكتب then turn left. طب لو الحاجة على الناصية هقول مثلا the library is on the corner او the bank is on the corner. يبقى دي طرق السؤال على الاتجاهات والرد عليها، مهمة جدا، بتيجي كتير في المحادثات لسنة تالتة اعدادي.